يا جماعه احنا فرقتنا كده ناقصه. عندي دول. مين ابيسو؟ بابا وماما. ايه؟ بابا وماما ايه يا ابيسو بس؟ دول مسنين، احنا مستحملينك انت بالعافيه. ما ينفعش يا ابيسو في العمليه دي بالذات مسنين. دي عمليه خطره، محتاجه ناس حركه تنط من عماره لعماره. هنقضيها بقى مسنين وتخان. ايه؟ انا ما اقصدكش انت يعني يا مستر وسيم. مالهم بقى يا اخويا المسنين؟ يعني انت جاي بيتنا عشان تشتمنا يا سي جميل؟ ده حتى الشباب شباب القلب. نزلي ايدك يا وليه بدل ما تشربها. ايه ده؟ انت بتفتح المطعم المدام؟ امسك الجاكيت. استنى جاكيت ايه بس؟ انت اتجننت ولا ايه يا جميل؟ بتفتح مطعم ليا في بيتنا؟ امال تعمل ايه مع خريب البواب؟ خريب البواب؟ غريب البواب. استنى من التراتيب. ها غريب. والله يا مازو بيه هو الكلام جميل بس الإجابة لا. يا غريب يا غريب الحق العرض ده، أنا عامل سيل مش هيتكرر. هديك 3000 جنيه. لا الكريدت كارد والباسورد. كتير كتير يا غريب، أنت طماع قوي. ده أنت غريب يا غريب بجد. ما تزعلش مني يا مازو بيه، ما أنت طلعتك كلها تسويح. ما أنا طلعت معاك المرة اللي فاتت وتسوحنا في الصحراء. ما أنت اللي سبتني وخلعت. مش كان زمانك دلوقتي كسبت معايا وطلعت في التلفزيون زيي واتشهرت؟ كان زمانك بتمثل بدل ما انت قاعد بتمسح البلاطه يا غريب. طب هي المره دي فيها تصوير؟ اوه دي هليله ومسرح وتلفزيون وسينما وايه؟ وايه بقى؟ ده انا طالع انا بقى واخد معايا المدام وسعدون جاي ومعاه خطيبته رحله. طب بالله عليك طالما الدخول قابل زي كده اجيب معايا رفايده بدل ركنتها تحت السلم. استنى عندك. نفس الطلعه دي يا غريب. بس معانا احنا. يلا يا جماعة عايزين نسخن المزاد. 4000 جنيه غريب. 4000 جنيه عند المعلم موزة أبو كوكي. 5000 جنيه. 5000 جنيه عند المعلم وسيم أبو نضارة. ها يا جماعة عايزين نسخن المزاد، ما ينفعش ننام كده، ده أنا هسيب العمارة وهسيب مسح السلالم. ها مين يزود؟ 6000 جنيه وموزو يمسح السلم لمدة شهر. هنولها في وشها. عيب مرات أخوك. بص بص ما تتكلمش معاك. 7000 جنيه وهجيب لك طلبات العمارة لمدة شهرين. 7000 جنيه عند المعلم وسيم. ها 10000 جنيه ووسيم بيرقص على السلم. انت عبيط يا ابني، انت مزود عليا انا. معلش يا باشا انا قلت كله بيزود فزود انا كمان. والنبي الله يخليك زود عشان مش معايا فلوس هتفضح ابوس ايدك. ماشي هزود بس مش هرقص على السلم. انا اللي هرقص على السلم. 15000 جنيه وهغير لك الدكة اللي قدام العمارة بليزي بوي. 15000 جنيه وهيتجيب لي ليزي بوي. ها 20000 جنيه وهجيب لك جاكوزي. 20000 جنيه وهيتجيب لي جاكوزي. مين هيجيب لي ساونا؟ 30000 جنيه. ايه ده؟ انت اتجننت؟ هنصرف فلوسنا في الهبل ده؟ انا مالي؟ وسيم بيه هو اللي هيدفع. ايه؟ 40000 جنيه. انتوا هبلوا يا جماعه، انتوا بتعملوا بتزودوا عليا برضو. لا لا ولا يهمك خالص، انا هحل الموضوع ده. 40000 جنيه وكارت شحن ب 100. طب 100000 جنيه وكارت شحن ب 40. هنجيب له كارت الشحن ب 40 ده منين؟ إيه؟ 4 في 10 عاديه. ايوه 100000 جنيه. 100000 جنيه لياني لغريب غريب. كوع بقى. 100000 جنيه في غريب. 100000 جنيه في غريب. غريبه.